يما، انت قالت لهم اني برجع دبله؟ ايه الخطبه وخلصت، ايش تبي بالخاتم؟ اي عدل عدل كلام امك عدل يا بسام، عيب تخلي الدبله عندك والناس جايبينها ودافعين فلوسها. ايه خلاص نعطي السايق الدبله يوديها لهم، مو كذي ما لهم شيء عندنا. اشون هردت السوليتير؟ عصام حبيبي باكر روح انا وياك محل الذهب واغيرها اكشخ فيها، ولا هذه شعرفها بهالسوالف؟ يما انا ما راح ارد الدبله حق ريم. انت ايش فيك؟ انت يا نيت منحوس مخك على هالبنيه؟ اصحى ترى انت بسام الناجي، الف بنيه تتمناك. البنيه قاطه الدبله بويهك، انت شنو ماكو كرامه؟ وبعدين تعال قول لي، انت لو كنت بيها وميت عليها ما رحت حاجيت غيرها. بينني هالولد، خلنا نلحق عليه لا يروح يدق عليها من وراي. اقول يباي روحي بيتك الحين، ريلس قاعد ينطرك. ان شاء الله يبا رايحه، بس ابي اطمن على امي بالاول بعدين امشي. امك ما فيها الا الخير، لا تحاتين. هاي قومي يبا، قومي قومي روحي بيتك. ان شاء الله يبا. الله يهديك ان شاء الله. عن اذنك. Do you remember how many years ago? Of course. What did you want? Amal. 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 I'm right here. Come closer, would you please? وبعدين ما حركات الاهالي قاعد تسوينها؟ ولا حركات الاهالي تعلمتها منك يا ولد عمي. نعم. ايش تقصدين ان شاء الله؟ انت فاهم قصدي عدل. شو متوقع مني اعاملك بعد اللي صار؟ اتصرف عادي ولا كأنه صاير شيء؟ انت فشلتني قدامهم، صقرتني بعينهم، وكرهت امي فيك. كل هذا علشان شنو؟ على كم العزيمه واستقبال؟ انت شنو؟ ناوي تحبسني بهالبيت بين اربع اطواف؟ ترى انا بشر وروح وتبي الارواح. روحي تطمني على ولدك اللي ما شفتيه من الصبح قبل لا تنامين. ماريا، ماريا. نعم مدام. انت ليش نايمه هني؟ هي قوم مدام، انا نومي هني. زين قومي، قومي روحي دارج. شوي شوي. خبية تافهة، وكنت ما راح اروح الجامعة. بس نوف كلم، غيره ضعف، سذاجة، حتى اللي يرتك عليه خباء، يعتبرونها تحكم وحب. إنزين أنا أبي أفهم شغلة، شنو فيها إذا سمعت كلام واحد راح يكون زوجي؟ هو يحبني وأنا أحبه،
تخاف. دائما تهزئني وتعصب علي وتقولي اني انا راح اندم على تصرفاتي معك. فعلا معها حق. طلب حق الروضة وطلبين حق القادسية. أوه ما شاء الله، حتى الشاليهات تصلين تليفون. الله يزيد ويبارك يا ربي، الله يزيد ويبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اثنين، ثلاث. قويمة. الله يقويك يما. أقول يما أنا طالع برا، ما عنديش طلب شيء، طلبية تبين أوصل على دربي؟ لا يما سلامتك، المندوب طلع سيارته من الجراج. زين يما، ما عنديش مبلغ صغير متسلفيني. وش حقه هالمبلغ؟ يما تدري احنا للحين بنص الشهر وأنا بصراحة يعني صرفت المعاش، يعني ما عندي ولا فلس. يرضيك أطلع من البيت ما عندي فلوس؟ والله يما محتاج. محمود. هلا يما. هالبيستين اللي احنا نطلعهم من هالشغله هذه ترى هم اللي فاتحين البيت ومعيشنا. وانت بعدين لما تبتم على هالحاله؟ من يصير عندك كم بيزه؟ رحت صرفتهم على هالخرابيط؟ يا يما الايام تمر وبنتك ما يقعد تصير طولك. اصحى يا يما وروح تعالج من اللي انت فيه. بتسلفيني ولا لا؟ اذا بتدش المصحه وبتعالج بسلفك وبادفع كل تكاليف المصحة، غير كذي ما عندي لك شيء. يا رب يا رب إنك تعافيه وتشافيه من اللي هو فيه. هلا ريم، شلونك؟ الحمد لله بخير، انت شلونك؟ بخير الحمد لله. تدرين حدي متضايقة على الخبر اللي سمعته اليوم. اي خبر؟ هذا اي خبر؟ فسخ خطتك انت بسام الناجي. عفوا، وانت منو قال لك؟ انت هي هي هي، شو هالحكي الفاضي اللي قاعد تقولينه؟ انت شفت زعلانة؟ انا ما قلت الا الصج. صج؟ زين خليني شوي انا بيشتي. اوكي كيفكم؟ ريم، اقدر اكلمك شوي؟ ما عندي شيء اقوله. إيه بس أنا عندي شيء أقوله ريم. لو سمحتي، كل اللي راح تقولينه ما راح أغير ولا شيء. أنتي خدتي أعز اثنين مني بحياتي، بسام اللي هو كان حب حياتي، ونوف اللي كانت صديقة عمري. بس الحمد لله اثنينهم ماتوا بالنسبة لي. تعالوا يا بنات تعالوا، امشوا قدامي سمعوني عدل. الحين بندش الجمعيه، الشيء اللي تبونه تاخذونه، اللي ما تبونه ما تاخذونه. يا بنات اتفقنا؟ يما انا ابي الوان مائيه مالها تختمها.
الوان مائيه ان شاء الله يما ان شاء الله. ايش معنى تعطيني مياسه قبلي؟ شنو يما؟ انا بعطيك انت شنو اللي تبينه؟ انت اللي تبينه بشتري لك. ايش تبين؟ بنات تاخذون اللي تبونه، مو تاخذون كل شيء على الفاضي وعلى المليان وبعدين يتم بالبيت ما حد ياكله. حصرتي. اهلا. هلا والله. هلا بيك. شو الصدفه الحلوه؟ والله خوش صدفه. هذول بناتك؟ يما منو هذا؟ هذا فيصل زميلي بالشغل معاي، عمكم فيصل. هلا، ما عرفتيني؟ هذه بنتي العودة مي، وهذه ميسة، وهذه الحلوة مناتي منى. هذه مو حلوة، هذه القمار. شلونك؟ شلون تحبين تاكلين مني؟ نفيش. تحبين نفيش؟ في واحد يبيع نفيش حار عجيب، امشي وديك لحم. لا لا، ما له داعي تكلف على نفسك، انا الحين وانا طالع اخذ لها. شو الحكي؟ شنو اكلف على نفسي؟ انت بنتي الله يهداك، والله ما خليها بخاطرها. يلا يلا. يما ليش بس خلينا هي؟ قصري صوتك. بعد انت تبين الحين هي غلطت، بعد انت تبين تغلطين ريال غريب، شلون تبيني اشتري لك؟ انا بشتري لك الحين نفيش. يما عيب اخذ كل شيء مني. كل شيء طلعي حرتك فيني. هذا ما تحبينه. مو كذي، مو كذي يصير يدرك. لا تفشلين. بس مياسه. يا حسرة قلبي مياسه. مياسه عيب، ماما عيب. صيري دربه. ما راح تاكلينه. كذي. وبعدين تعالي انت خلصتي تقاريرك وهذيلا؟ صدق؟ زين عيل، قولي لي بعدين انت ايش يصير معك وقولي لي، اوكي؟ يلا مع السلامه. هذا تبينه؟ كم؟ 500. مشكور حبيبي. بعد في شيء ثاني؟ لا. يلا روح. هذه بنتي. بابا انت هني؟ اي بابا انا هني، وين ماما؟ ماما مع مياسة. يلا المرة احذرك بلساني، لا تحاول تاخذ شيء ما هو لك. المرة الجاية ما احذرك بلساني. مفهوم؟ يما شرالي. يا حلوه حبيبتي، شكرتي من عمك فيصل، تعالي عشان تشكرين منه، تعالي. يا. انا مو فيصل. انت؟ انت شايبك هني؟ يا ابو العلبات هاي جمعيه ابوك. لا بس انت اكيد قاعد تراقبني، ولا ايش دراك احنا هني؟ والله ما فيها شيء اللي اراقبتك. المثل يقول
عينك على حلالك ادوى. بس انت ناسي ان انا مو حلالك ومن زمان مو حلالك بعد. انا ما يهمني تكوني انت حلالي، انا يهمني هالحلوين يكون حلالي، بناتي الحلوين. زين يلا يلا يمه، يلا خلينا نحاسب. الله على الظالم، الله على الظالم، مع السلامة يبا. الله على الظالم. الحين قاعدة؟ نامي؟ أوه. نامي معقولة كرهتيني صدق يا نادية؟ معقولة قدرتي تنسين أيامنا الحلوة؟ معقولة ما حنيتي لحياتنا مع بعض ولا لحظة واحدة؟ وفيصل هذا معقولة تكونين ماذلة؟ معقولة اللي أفكر فيه يكون صج؟ إلا مع اللي شفتها بعيونك وانت واقفة معها، إلا مع هذه أنا أكثر واحد يعرفها ويفهمها. معقولة تكونين حبيتي؟ معقولة تقدرين؟ بس لا، انتي لي انا وبس، ولا يمكن اسمح لاي واحد يدش حياتك طول ما انا موجود. واذا لزم الامر انا راح اتصرف حتى لو اضطريت امحي فيصل هذا عن الوجود. ادري فيك يا محمود انك قاعد تراقبني، ترى على شنو ناوي؟ شنو قاعد تفكر؟ أموت وأعرف. يا رب يا رب إنك تلهي بنفسه وتبعد شره وأذاه عني وعن بناتي. يا رب يا رب. ريم، ما راح تروحين الجامعة؟ وأنا رايحة. إيش فيك؟ إيش صاير؟ يبا مو قادرة أشوف أحد أقبل اللي صار. نظرات البنات كلها فضول وشماتة، مو قادرة حتى أرفع رأسي. ما أنا تعبت وايد تعبت. لا يا عمري، لا يا عمري، لا تقولين كذي، لا تقولين كذي. رفعي راسك وواجهي الكل، انت
انتي ما سويتي شيء غلط، مو اول ولا اخر واحده تنفصل عن خطيبها. بعدين هذا نصيب يا عمري، وهذه دنيا، الله راح يوفقك، راح تزوجين، راح تعيلين. علي يا عمري، هذه الدنيا ما شفتي شيء بعد. بعدين اللي اعرفه ان عندي بنت قويه واثقه من نفسها، ما يهزها شيء. يا ربي انا شو اسوي فيه؟ شو اسوي في هالولد؟ اكله مرعه وقله صنعه. محمود يا محمود قوم، بسك نوم، قوم محمود، قوم، انت صرت ريال الحين مو صغير، قوم يا يمه تحمل مسؤوليه البيت شوي، انا خلاص كبرت، ريلي ما تعيني، قوم ساعدني، قوم تحمل شوي عني، قوم اي مرحميني، خليني انام شوي. لا اله الا الله. اوف هذا اللي يقول القط والعود ما يتربى. اي قط وعود يا يمه، اي صبور، والله هذا حكي تقولينه انت بدال ما تقولين صباح الخير صباح الورد الدلدغيني قط وعود. انت وجهك طلعني طلعني جاب اللي مني. انت وجهك وجه تدلدغ وصباح الخير يا يمه، انت وراك مسؤوليه، مسؤوليات بنات، بنتك صارت كبرت بتدش الجامعه وبناتك الثنتين بالمدرسه، قوم شوف طلباتهم، حرام تترك هالشيء كله على امهم، قوم يا حبيبي قوم. صور المشروخ انا اعرفها. اي شنو ايش تبي المراه الحين؟ شنو ايش عندك؟ قوم عندي طلبيه بك توصلها. عادل اي اي زين، المعذب وينه؟ ها انا عندنا معذب. اي بعد السايق ما ادري، هذا المندوب وانا اللي اوصل الطلبات هو اللي ياخذ الفلوس. وانا يعني ما اعطيك فلوس؟ وين ما شفنا منك شيء. قوم بعطيك مبلغ هديه لك، قوم. صدق والله؟ كم انت كم تبي؟ 200 300 يمه. فلس؟ فلس. ها دمك تقول من درامات بيتنا دينار يا يمه، اي فلس. 300 200 دينار ما عليك وعلى وجهك. انا ابيع صينيه ورق العنب 12 حبه مري 100 حبه ب 12 دينار. زين؟ يعني لو ابيع خمس ست صواني باليوم ما طلعت المبلغ اللي انت تبيه. وبعدين تعال ليكون انا قاعده على بنك، ها؟ يا يمه هالايام الفلس ما يطلع، الدينار ما يطلع يتقلقص بالمخبة وانت تقول لي 200 300. قوم يا يمه قوم، قوم تحمل المسؤوليه بس، قوم يا هالوي. يلا قوم 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 قوم. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اي والله 200 300 مالت عليك على وجهك. هذه حاله، انا اخر عمري اروح ورق عنب مدري ورق مدري شو. اوف لا لا وانا إيه. فواز أنا بصراحة ما كلمت أهلي بموضوعنا. ليش؟ لأنه خايفة. أنت صدق تبيني؟ صدق تحبني؟ ولا تبي تاخذني بس عشان تأدب مرتك؟ فواز أعط نفسك فرصة. أنا ما أبيك تتزوجني بس عشان صايرة مشكلة بينك وبين مرتك. أنا أبيك تكون مقتنع صدق إن أنا الإنسان اللي تبيها وتحبها. الله يخليك. ما ابي اتزوج اليوم وباكر تهدني عشان هي تسنعت. فواز انا ابي بيت، ابي عائله، ابي استقرار. ما ابي اليوم تاخذني وباكر تهدني. انا بعطيك فرصه تفكر، ما ابيك تستعجل بالقرار، ترى القرار مو سهل. ولا تتسرع عادي، يعني بعطيك كل الوقت. بس تكفى افهمني. فاهمك فاهمك، مقدر صبرك ومقدر طولة بالك. ترى القرار مو سهل حتى بالنسبة لي أنا. أنا بعد خايف. خايف من أمال؟ لا أنا خايف على بيتي وعلى ولدي منها، خايف من ردة فعل أهلي. أمال مو غريبة عني، أمال بنت عمي، بنت عمي اللي أحبها وتميت عمري كلها حلم أتزوجها. هاي الآن أعفيك من أي قرار خذيته، واعتبر أنك ما قلت لي شيء دام ما صار بيننا شيء. أنا راح مكتبي فواز، أنا أثنيك.
هلا. حي الله من يانا تمنور المكان. نور نورك حياتي. زرتني البركة. الله يسلمك. حياك حياك. زين، ايش تشرب، شاي ولا قهوة؟ لا لا ما ابي لا شاي ولا قهوة. على الأقل شاي. ما ابي ما ابي أمول، تعالي قعدي، أبيك موضوع ضروري. وقعدنا. قول لي ايش فيك؟ أمول أبيك تساعديني. ساعدك بشنو؟ ريم. ايش فيها؟ أمول أبيك تردينا حق بعض. شو سكتي؟ بسام، أنت تدري إن الموضوع هذا مو سهل، وأنت غلطت بحق البنت غلطة شايدة، وفليتوا خطبتكم خلاص يعني، والناس كلها تدري بهالشيء. أيوة وأنا شكوا بالناس، وش علي منهم إذا دروا ولا ما دروا؟ أمول أنا برد حق اللي حبيتها من كل قلبي. كون إني غلط مو معناته إن هالغلط ما راح يتصلح. أصلاً نوفي اللي هي خربت بيني وبينها، لأني قلت لها إني متحسف وما أبي أخور ريم. ولما نيت كلمت ريم مو راضي تسمع مني ولا شيء. بسام انت مستوعب الكلام اللي قاعد تقوله؟ انت كلمت صديقتها، مو بس صديقتها، هذه حسبت اختها. يعني البنت ما ظلمتك، انت اللي ظلمتها وجرحتها. الحين انا متضايق ومخموت، انت قاعد تزيدين علي. انا وين اروح حق منه؟ انا جايك ابي تساعديني يا امول. ما ادري ما ادري بسام، يا ريت تعفيني على الموضوع، احسه وايد صعب علي. ليش؟ انت ما تبين امي تدري مو كذي؟ امول انا وين اروح؟ حق منو اتكلم؟ حق منو اشكي؟ انت تدرين امي ما تحب ريم، وابوي يسمع كلام امي. ما عندي احد اتكلم معاه، ما عندي احد اشكي له، ما عندي احد اقول له كلمه. انت اقرب واحده لي، انت تعرفين كل شيء عني. امول انا متضايق وياك ابي تساعديني، ما عندي احد. امول تكفين. خلاص راح احاول. ما وعدك بشيء بس راح احاول. لا امول امول تكفين، انا ما ابي تهدينها لو هي مسامحتني، وصدقيني الجميل هذا كله ما راح انساه طول العمر. بس انت يقول لي تم. تم. تم شنو؟ راح احاول اكلمها واقنعها واردكم على بعض. اكيد ان شاء الله. يا بعد عمري عساني ما نحرم منك. الحين نشرب شاي، سوي لي شاي ان شاء الله. يلا بدون سكر تكفين، دايت. ان شاء الله. محمود يا ربي كله مكبر هالمخدة ونايم. ياك 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 تعال يمه تعال تعال يا 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 شريحة يمه. يلا يلا شريحة، خل عنك ريحة ورق العنب وكل يمه. أحسنت، تسلم الأياد يمه. الله يسلمك. شو الصواني يمه؟ اسمع يمه، هذا ورق العنب بالليمون، وهذا ورق العنب بدبس الرمان، وهذا عاد هذا الصينية المدورة إيه؟ خلطة سرية. لا 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 مسويتها حق واحدة، وبتسوي لي إعلان ودعاية في هذا اللي ما شو يسمونه سوشيال، شنو السوشيال ميديا. لا 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 خلطة سرية. أنا أقول لك أنا عندي حل. أودي حق الربع بالديوانية بالليل، وإذا يازلهم بيضربون عليه ضرب والله يصير عندي طابور بالبيت. يوز عاد يوز، يلا يوز عاد، اترك عنك هالسوالف وودي حق المرة. يلا هذا بتسوي لي إعلان. والله بتطور دبس رمان، ما أدري ورق عنب، ما أدري شنو، شو تطور؟ تطور. بعدك يا يمه ما شفت شيء. عندي أفكار وعندي خلطات سرية، بس خلي أخلص اللي بإيدي وبتشوف. بتشوف هني عند الباب طوابير طق ومطاقق، كل واحد بتقول انا اللي مسوي حجوزات عند ام محمود قبل. إيه وبتشوف. اي بس بشرطي معاك، ترى انا علشان اقعد الصبح، انا مالي خلق اقعد الصبح. شوفي لي الشايك غير هذا، والله اقوم ما بصعر رقبته ترى. والله العظيم ما في كل حكي، اترك عنك فحصه الرقبه وغيره. يلا هذا بعد الساق نافعني. يلا شيل شيل شيل، يلا يلا توكل على الله. تمشي بسرعه. لا 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 هذا الخلطه السريه. ها يما دير بالك على الربع بالديوانيه. والله ايش فيك اودي هذول؟ والله العظيم اسمعي اسمعي تطيعيني. يا ربي طيعيني طيعي ولا اطيعك. تعال محمود، المره تنطرني محمود. ويا ربي لا مو صاحي، حش مو صاحي. اوف اقول له اعلان
سبيشال ميديا ومر شنو ويقول لي ربعي. زين زين زين. هلا 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 وغلا هلا هلا يا مطول الغيبات. بعد عمري شلونك؟ تبي عاد؟ صدق انا ولهان عليك بعد عمري والله. افا افا شلونك؟ عاد هالمره مسختيها بصراحه. كذي تطولين علي ما تيني؟ شو اسوي يا اخيتي؟ لا طولت ولا شيء. تدري رحت البحرين كم يوم ورديت. عاد تدرين بيني وبينك والله يا وداد من قال لي تعالي انا ما صدقت على الله، قلت يلا يا بنيه تدرين وقتها مو كله لي. عسى استانستا وغيرتي جو. اي الحمد لله رب العالمين. لا وبعد يفلك الحلوه اللي تحبينها. يا بعد قلبي يا بعد قلبي، تدرين فيني اموت على الحلوه. اي حبيبتي والله. اي ايام راحت. اول ابراهيم لما يروح البحرين تنقص لي بالحلوه، وين ما يروح يطلب الحلوه علشان وداد. اي ما علي راحت ذيك الايام. المهم قولي لي ايش رايك الحين ندق على يارتنا ام محمود؟ اي حمود؟ ويه وداد ايش فيك نسيتي؟ يارتنا ام محمود مرت اخو حمود. اي 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 والله نسيتها تذكرت. حاجيك هلا. ايش اسمها؟ ام العروس اسمها ليلى. اي والعروسه اسمها بسمه. اي دق عليهم. اي حاضر تمرين امر. اي ومره واحده عاد حطي لنا موعد حق فيصل. من عيوني فعليك. كم وداد انا عندي؟ وبعد ما اوصيك زهلق الحكي. اي من عيوني. الو السلام عليكم. منو معاي؟ والنعم حبيبتي والنعم. معاد زهره. اي الله يحييك عيوني الله يسلمك. بغيت انشدك عن بنتك بسمه. عندي لكم خوش ناس عياويد مثلكم وشرواكم. خلاص عيد ان شاء الله يعني الله يعيننا على المحاضرة الثانية. عفوا انت ايش قاعد تسوي؟ مو انت اللي شفتك بالمجمع ذيك المرة؟ اي انا. غريبة واقف كذي ساكت، توقعتك انك تكون اجرم من كذي كونك انك انت قاعد تحط لي ورد على السيارة ومراقب سيارتي. يعني توقعت انك انت ما تتوتر اذا واجهتني. منال انا قصدي شريف، وانا مستعد اثبت لك هالشيء ان انا من نفس الشباب اللي يلعبون يقصون على البنات. انا الحمد لله انسان متربي وشايف خير. بعدين تبين الصراحه، انا ما شفت ذاك اليوم في المجمع وانت ما غبتي عن بالي ولا لحظه. انت ايش تبي مني بالضبط؟ انا ابيك تعطيني فرصه واحده بس. فرصه بس يا منال، واوعدك اني اتقدم لك اذا صار قبول. هذا طبعا اذا شفتيني انسان اللي استاهلك واني اكون شريك حياتك. ايش قلتي؟ تصدقين شفت بطاقة العرس مالتهم؟ انصدمت؟ في أحد يسوي بطاقة عرس كذي؟ إيش هالبخل؟ يعني أنا لو منهم ما أسوي عرس بالمرة، ولا أنت إيش رأيك؟ ما أدري، ما أحس يعني حرام الواحد يقط فلوسه على بطاقة عرس، راح تنقط بالنهاية. لا والله العرس باين من البطاقة. المهم حسبي حسابك، ترى الخميس أنت معاي وتفشليني أروح بروحي. يما توش تقولي مو متحمسه والبطاقه تفشل، خلاص ما له داعي نروح. انا ادق عليهم واعتذر منهم، ما له داعي نضيع وقتنا معاهم. انت ايش فيك؟ فيك شيء اليوم؟ ايش فيك كذي متعومسه؟ ايش صاير معك قولي لي؟ لا ماكو شيء يما، بس شفت بطاقه العرس تذكرت موضوع اخوي بسام وزواجه اللي ما تم. زواجه اللي ما تم؟ من منو؟ من ريمول اللي تفشل؟ الحمد لله انه ما صار، اصلا احنا المفروض نسوي له حفله هالكبر. تدرين عاد انا عناد بروح العرس عشان اشوف له مره. بس يما يمكن الحين يحبها ويبيها. يحبها ويبيها؟ حبيبتي هو لو يحبها ويبيها ما شاف غيرها من الاساس. انا اقول الحمد لله
إن ماما لك عليها وانحسبت علينا زيجة على الفاضي. ما أدري ما يمكن تبع معاك حق. أنا دايماً معاي حق. المهم دقي على هذه الكوافير اللي خذيتي رقمها من بنت عمك، خلتي تسوي شعرنا ومكياجنا هني، خذ صالون زحمة يوم الخميس. وأنا شكلي ما أصبع علي. دقي عليها يلا. إن شاء الله يما راح أدق. نادية. ايه صباح الخير. صباح النور. ما شاء الله مبكر اليوم، لا رقبة ولا شيء. بس خلاص والبصمة بالوقت بعد. إن بينا احتارنا فريق العاصمة حلينا يوم نقدم ولا لأن وادانا وادانا أشيك فيك كيف تقلنا قلبي ما نساكم. كانت في مجلات كذي فيها صفحة حق الهواة، طحت على وحدة اللي كنت وانا صغيرة. نزل صورتك شباب. شكلك شلون صاير؟ وي مسخرة مسخرة، العيون مبققة، الشعر من الحواجب الحواجب سجادة صك. بس وريتيها بناتك؟ لا استحيت اوريها بناتي، بس بوريك اياها، بس ها ما تعيرني ترى هم اللي بيذلون يا جماعة. وي ايش فيك؟ ايش فيك يا ميت يا محمود؟ محمود محمود يا ريال محمود ايش فيك؟ ما ادري اخيهم